في الموضوع ديال الرقمنه لا يمكن ان يتم داخل في منظومه العداله كلها الا اذا كان هناك تعاون وتنسيق بين النيابه العامه السلطه القضائيه ووزاره العدل. استنادا على كنديروا هذا اللقاء هذا بناء على اللقاءات اللي كتكون طول السنه بين هذه المؤسسات الثلاث من اجل رقمنه خدمه العداله للمواطن. هذا موضوع مهم جدا لانه سيسهل ولوج المواطن العداله وسيسهل تقديم الخدمات لمرتفقي العداله وهذا يطل وسي شيء امام الاجلات وسيقلص كذلك من التعقيدات التي تعرفها العداله. وانا اتمنى ان ينجح هذا المؤتمر خاصه انه سنتبادل التجارب مع دول افريقيا ودول الشرق الاوسطيه وغيرها من الدول الاخرى. وحسب ما كتب سلاله الملك نصر الله في الرساله السامية للمشاركين في مؤتمر هذا الدول لمراكش سنه 2018 حيث اكد جلالته على المحققة لتأسيس الدماغ في القطاع لتسليم خروج أموال المال والأعمال عبر تحديد التشريعات لتواكب مستجدات العصر وتيسير البنك داخل أجل معقول وضمان الأمن القطري اللازم لتحسين مراحل الأعمال وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية. تشرفت اليوم بالدعوة ديال وزير العدل باش نحضر لهذا المؤتمر الدولي حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة. كانت فرصة باش تشاركت مع الحضور المواكبة التقنية والمنهجية لتديرها وزارة انتقال الرقمي لمنظومة العدالة. فاحنا مثلا تنواكبهم في تطوير منصات رقمية مثلا رقمنة السجل العدلي. فقبل كانوا المواطنين تحتاجوا يمشيوا للمحكمة فين تزادوا باش يحصلوا على السجل العدلي. اليوم المغاربة يمكن يحصلوا عليه بطريقة رقمية. أكثر من 1 مليون طالب للسجل العدلي بطريقة إلكترونية اللي تسجل سنة 2023. كان أيضا المنصة للمحاكم .ma تقريبا 23 مليون زائر في سنة 2023 وهذا الشيء يعني على أنه المغاربة تستعملوا هذه الأدوات. حنا أيضا تنشتغلوا معهم تكوينات دائمة الموظفين للوزارة العدل إدارة التغيير وتنخدموا معهم جميع المشاريع المهمة في هذا المجال. كذلك لأشكر وزير العدل اللي تحت لنا الفرصة للمساهمة في المؤتمر الخاص بالتحول الرقمي في القضاء. وبهذه المناسبة تم التوقيع على إعلان نوايا ما بين وزارة العدل التشادية ووزارة العدل المغربية للتعاون في شتى مجالات القضاء. ولذلك كما رأيتم قبل قليل وقعنا على إعلان النوايا باللغتين الفرنسية والعربية.
كذلك اليوم من أهم الضمانات اللي عملنا عليها مبدأ حق الدفاع والمواجهة في الخصوم، وهذا يتحقق اليوم من خلال جلسات المرافعة المرئية، وكذلك مبدأ تمكين الأطراف من كامل من الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية، وهو يتم بشكل اليوم الإلكتروني في داخل بوابة ناجز. لدينا اليوم في الوزارة بوابة، هذه البوابة بمسمى بوابة ناجز. البوابة تحتوي على جميع الخدمات العدلية. نهج مملكة البحرين منذ البداية، منذ أن أعلنت عن مبادرات